تعالى وتوفيق خاص بالبكار يوكن ستيشن دي ام سي للفائز بالمركز الاول في هذا الانطلاق والتحدي والاثاره. نتابع الصداره، نتابع المقدمه والمركز الاول. توك تاتينا على المركز الاول لسعاده الشيخ عبد الله بن علي بن احمد ال ثاني بقياده المضمر. بقيادة المضمر السيد عبد الهادي بن حمد بن هليل المري من يضمرها على المركز الاول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ومن الجانب الاخر ارى التماس القادمة من الجانب الاخر بقيادة منصور بن محمد بن سعيد بن منانة من يتابعها في هذا الانطلاق المميز الجميل. المركز الثالث الوصول من عبد معجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين من ينطلق هذه اللحظات على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع نتأخر وناخذ المركز الرابع ورابع المنطلقات وصايف تأتينا على المركز الرابع. هنا أحمد بن حسن بن محمد العديني من يأتينا بوصايف على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا هنا ايضا الهباك تاتينا بهذا الاداء. راشد بن محمد بن راشد الجفالي النعيمي بقياده صالح بن حمدان الرشيدي من يتابعها في هذا الانطلاق المميز الجميل. اذا الهيجة من تأتينا على المركز الخامس بهذا الاداء المميز الجميل لراشد بن محمد بن راشد الجفالي النعيمي من ينطلق بهذا الاداء المميز. اعود الى الصدارة، اعود الى المقدمة، اعود الى توق من تأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول تسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة وعلى المركز الاول لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد الثاني بقيادة عبد الهادي بن حمد بن هليل المري من يتابعها على الصدارة وعلى المركز الاول. التماس من الجانب الاخر على ثاني المراكز لمنصور بن محمد بن سعيد بن منانة من يطلق العنان للتماس، ولكن ارى هنا عبلة 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 تبغي عنتر عند خط النهاية. عبلة هنا المنطلقة بهذا الأداء. معجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين يأتينا بعبلة في هذا الانطلاق الجميل هو التحدي. نتأقر وناخذ المركز الثالث، هنا المركز الرابع، المركز الرابع وماذا يدور على المركز الرابع؟ هنا تأتي وصايف أحمد بن حسن بن محمد العديري من يأتي بوصايف على المركز الرابع وفي المركز الخامس. المركز الخامس من القادم هنا في هذه اللحظات القادمة قرار لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد ال ثاني وعبد الهادي بن حمد بن هليل المري في تضميرها من ينطلق على المركز الخامس. هذه هي الخماسية الجميلة المنطلقة المتحدية مع شو أول أشواط الهجنة السودانية المنطلق بهذا اليوم الجميل والتحدي مع هذه زخات المطر الجميلة أيضا. هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول، وتوق توق توق
تتوج، تتوج إلى الناموس، تتوج إلى التحدي، تتوج إلى الفوز، توج مع هذه الزخات لي أيضا الغيث المميز على أرضية هذا الميدان. توج إذن لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، هنا عبد الهادي بن حمد بن هليل من يتابعها على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني تأتي عبلة على المركز الثاني، معجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين والتماس على ثالث المراكز، منصور بن محمد بن سعيد بن منانة من يتابعها على المركز الثالث في هذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة والإثارة هنا في هذا الأداء المميز الجميل والتحدي بقيادة بو علي في التضمير، من يتابعها أيضا خميس بن سعيد الزرعي يتابعها بأداء وعرض مميز مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بينما نتأخر وناخذ البقية، نتأخر وناخذ وصايف أحمد بن حسن بن محمد العديني من يأتينا بوصايف على المركز الرابع وفي المركز الخامس، وصلت لغزيل هنا في هذه اللحظات، ولكن قرار تتدخل قرار هنا ايضا بهذا الاداء لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد الثاني بقيادة المضمر عبد الهادي بن حمد بن هليل من يتابعها في هذه المسيرة والتحدي. نعود هناك نلحق بالمقدمة، نلحق بالصدارة، نلحق بالمراكز الأولى الثلاث المراكز التي انفردن بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. على زمام الأمور وعلى الصدارة ما تبقى على نهاية هذا الشوط، وتوق هنا لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني بقيادة المضمر هنا، والمتابع عبد الهادي بن حمد بن هليل من يتابعها في التضمير. وتأتينا هناك أيضا عبلة على المركز الثالث، عبلة لمعجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين على ثالث المراكز، وفي المركز الرابع التماس تتلمس المراكز، التماس لمنصور بن محمد بن سعيد بن منانة في هذا الأداء بمتابعة أيضا خميس بن سعيد الزرعي من يتابعها في التضمير ويرافقها إلى خط النهاية. الوصول هنا من قرار القادمة على المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد آل ثاني على المركز الرابع بمتابعة هنا عبد الهادي بن حمد بن هليل ولغزيل من الجانب الاخر، هنا ايضا عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب الهادري من يصل هنا ايضا بمسيرة لغزيل راعية الثيل هنا، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول لا زالت توق على الصدارة، توق على المقدمة على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. توق لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، هنا عبد الهادي بن حمد بن هليل في المتابعة لتوق على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني وتأتي عبلة معجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين على المركز الثاني، وفي المركز الثالث التماس منصور بن محمد بن سعيد بن منانة يأتي بالتماس بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة في هذا الأداء المميز. السلام
ثلاثية، ثلاثية جميلة، ثلاثية ولا أروع، لغزي القادمة، لغزي القادمة. هنا عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري على المركز الرابع، المركز الخامس مع الألف وخمسمائة متر. تأتي قرار لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني مع المضمر عبد الهادي بن حمد بن هليل على المركز الخامس. خماسية جميلة لمن الفوز، لمن السيارة الجي ام سي يوكن ستيشن. هنا في هذا الشوط، الشوط الاول الرئيسي للهجنة السودانية. هناك الصدارة، هناك المقدمة، هناك المركز الاول وصدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، الله الله الله، هنا لازال التوق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الاول. تسيطر توق على زمام الامور مع الكيل الاخير. توق اذا هي المسيطرة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد آل ثاني، ومتابعة عبد الهادي بن حمد بن هليل، والتماس القادمة، التماس على المركز الثاني، التماس التماس التماس. منصور بن محمد بن سعيد بن منامة بن يتابعها بهذا الأداء المميز الجميل. السبعمية متر الأخيرة الأخيرة، ولكن هنا قرار لا توقت واقع، لا زالت على الصدارة، والتماس تحاول مع الستمية متر. هنا اللحظات الأخيرة، تواقة والتماس، التماس وتواقة. يا سلام، التحدي جميل، الله الله، تواقة والتماس، التماس وتواقة. لمن الفوز، لمن الناموس؟ الأربعمية متر، الأربعمية متر، تواقة على الصدارة، تواقة والتماس تحاول، تواقة والتماس، التماس وتواقة. يا سلام، الله، التحدي، الإثارة، يا سلام. ولكن تواقة، تواقة، تواقة هي الأقرب للفوز. أو توق، 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 تاقت إلى الفوز، إلى ناموس التهانينا لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني على هذا الفوز المميز الجميل. شكرا يا عبد الهادي، يا بن حمد، يا بن هليل على هذا الأداء المميز. المركز الثاني وصلت التماس، منصور بن محمد بن سعيد بن منارة نادت على المركز الثاني، المركز الثالث قرار سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد آل ثاني. اما المركز الرابع مشاهدينا الكرام، فوصلت هنا لغزيل على المركز الرابع سيد عبد الرحمن بن ناصر محمد بن حباب الهاجري، وفي المركز الخامس من نصيب عبله لمعجب بن محمد بن سعيد باللجبع الخيارين. من اتت على المركز الخامس، هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ضعناها على حضراتكم. ونعود بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي والتوقيت الزمني. ثلاثة عشر دقيقة سبعة عشر ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجل في هذا الأداء الجميل، مع أيضا توق سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. تهانينا تهانينا لعبد الهادي بن حمد بن هليل. أما المركز الثاني فكان من نصيب التماس لمنصور بن محمد بن سعيد بن منانة. ثلاثة عشر دقيقة سبعة عشر ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية، هو توقيت الزمني. تهانينا لخميس بن سعيد الزرعي مضمرها. اما المركز الثالث كان من نصيب هنا ايضا قرار لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد آل ثاني بقيادة عبد الهادي بن حمد بن هليل. 13 دقيقة 22 ثانية تسعة من الاجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل الكريم، نتواصل في هذا الصباح بانطلاقات الفترة الصباحية المخصصة للثنايا والاشواط، اشواط الهجنة.